السلام عليكم. شبابنا اللي يحبونا ونحبوهم، معكم مرات قسطنطين وفي الإعادة إفادة. كما وعدتكم قلت لكم أني نطلق لكم فيديو تاع الصورة مع فما لا تعنينو، ديري شي فوق جدي تهرق لكم في الفيديو وتشوفوا حاجة راهو من نوع راه فيها. والفيديو الأول ما كنتش نتقبل باللي راهو يوصل لحاجة العالم كامل عليك فيه، قال لي خويا مرات راهو فيديو من نوع راه فيها. وأنا ما نقدرش نخدم خدمة تاع لي زاماتور، ديما كنحب نخدم خدمة تاع لي بروفيسيونيل. مثلا راك مشيتو المار تاع الصورة مع فلمانة تعملينو قبل ما يتكوبلاو بلا قيلة وتكوبلاو وعادي يوكلها وكوبلاها وولدو وفيديوريا. وكاينة خدمة تاع لي زاماتور أنا منقدرش نخدمها، لامبورتو يقدر يخدمها تاع المبتدئين، واحد المبتدئ يقدر يخدم الخدمة هادي. أنا مانصحكمش بيها بصح لي يحب يخدمها ساهلة. مثلا تجيب فلمانة تاع كناري، حاب دير ميني تاع النيلو دكو معاها وجيب كناري حطو أونفاس ليها، ومن بعد كي تعود هي لازم تكون واجدة. كي يبدا يغني الكناري أوتوماتيكمون هي دوموندي النينو يطلع. هنا خدمة راهي تعود زاماتور وتقدر تصلح 1% باسكو هادي خدعة. مكانش قد إنسان يقدر يدير فيديو لازم يصورها مريال تحط المال مع لافيمال. اما هاد الخدمه هادي تاع فيمال ويجيب لها المال تاعها يحطو لها مثلا فيمال تاع مقنين، يجيبو لها المقنين يحطو لها ويحطو لها الصاره، ومن بعد سكيا دوموندي تاع الصاره. هنا الخدمه هادي نيمبورت كان يقدر يخدمها، مولا 6 سنين 10 سنين 40 سنه، هادي تاع المبتدئين وانا ما ننصحكمش بها. واللي يحب يخدمها نورمال، ما كاينش كد خدمه اللي قاعد يخدم فيها خوك مهرب هكذا باه بنادم يعرف روحو واش قاعد يدير والنيفو تاعو المستوى وين بلاصه وصل. وكاينه حاجه اخرى ثاني نزيد نقولها، كاينين دي زامي قالوا لي خويا مهرب اطلق لنا الميلي تاع الصلاه. انا مانيش راح نطلق لا فيديو تاع الميلي، وكاين الاغلبيه ما نقدر ندير والو مادام الاغلبيه هما اللي قالوا لي ربي ان شاء الله دوك نطلق لكم الميلي تاع الصلاه. من هو تشوفوا الميلي راه من نوع ما فيه. ما تنساوش بارطاجيو هذا لا فيديو مع لي كرون يبدا ومازال جديد. وكيما وصلتكم كاينه الخدمه تاع لي زاماتور وكاينه الخدمه تاع لي بروفيسيونيل. حبيت تخدم حاجه تاع لي بروفيسيونيل لازم المال مع الزماله وتلقاهم كيما دار اخوك مهران. اما تاع المال وندك الزماله ونحطو لها المال تاعها يهمني ونكوبليوها مع واحد اخر، هذه الخدمه تسمى خدمه تاع ناس مبتدئين وانا ما ننصحكمش بها. واللي يحب يخدمها مكانش مشكل، اللي تبع خوك مهرب هو عارف الخدمه تاعي زينه. وانا ديما الحمد لله دخلتكم الدار، دخلتكم لداري وشتوني كيفاه قاعد ندير. مازال جديد ما تنساوش عليا والنهار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه هي لافامال تاع النينو اللي كروازيتها مع السوره وطلقت لا فيديو. يعني ما شاء الله دخلوا ناس لي زامي قالوا لي خويا مراد ما كناش نتوقعوا راهو فيديو من نوع الرافع. وقلت لكم بلي راني زيد نطلق لكم فيديو مدرسين نجبدهم في يدي. هذا الدوزيام فيديو، هذا هو لا فيديو. وانا يعود بالله من كلمه هنا، انا بربي ان شاء الله نخلي البصمه تاعي وانا قاعد نكتب في التاريخ، والتاريخ ما يقدر يمحي حتى واحد. وهذو الفيديوهات لا جينيراسيون اللي جايه جديده درتهم لكم ليكم في يوم من الايام. اللي يحب يكسب يكسب مهرات قسطنطين، تشوفوا الحوايج اللي ما كنتوش توقعوهم. وهادو بربي ان شاء الله يقعدوا يشهدوا علينا صداقه جاريه ودرت من بلادي. وان شاء الله كي تشوفوا لي فيديو هادي هادو دعيوا لنا معاكم. وهذا المال تاع السوره، المال تاع النينو هذيك اللي كنتو تشوفوا فيها غير مربيه كبيره جبتها من الخلا. عندي زوج، هذه اللي شفتوها مكروازيها مع السوره، كاينه وحده اخرى مكروازيه مع المقنين. والصوره كيما قاعدين تشوفوا ها مدرسي مسو نورمال، كي لا فيمال كي المال. الله يبارك ما شاء الله. واللي يشوف لا فيديو هذا يدعي ويقول الله يبارك ما شاء الله. هنا مسكين راني قاعد هز السيباراسيون وندور بها دوخته مسكين داخل ما فهم والو، هاو قاعد يطلع عليا دوختو.
والصورة غنية على التعليق. هاو مسكينة وياه داخل ما فهم والو. الله يبارك، هاهم ربع بيضات. الله أكبر الله أكبر. وهذه لا فمان تاع النينو اللي كنتو تشوفو فيها، هاهي مسها في يدي، ها نقلب لها الباك تاعها ما دير والو. شي وا كاينه حاجه برك حبيت نقولها، كاينين دي زامي يقولوا لي كيفاه ندريسيو، ما كاينش مشكل درك نقول لكم حاجه سهله خلاص. شي وا كاينين الناس غالطين وغلطوا ناس معاهم، انا ما نقدرش ندير لكم فيديو نقول لكم جوعوا المقنين ثلاث سوايع كيجوع حط له النيجر ياكل من يدك. هذه خدمه على المبتدئين ولا امبورت كان يقدر يخدمها. نقدروا نجيبوا صيد، صيد نجيبوه من الغابه نجوعوه، تعطيلو اللحم ياكل من يدك، جيب كروكوديل جوعها تعطيها اللحم تاكل من يدك. هذه ما نقدرش ننصحكم بها، اللي يحب يدريسي لازم يدريسي كيما خوكم مراد. هاكم قاعدين تشوفوا، انا نعتلكم المقنين مدريسي نطلقو في لا ناتشير نعيطلو يجي يطلع فوق راسي. نعتلكم المقنين يغني على فمي، نعتلكم المقنين يغني على يدي، نعتلكم المقنين يكوب لي فوق يدي، هذاك هو الدريساج. ودركا هاكم قاعدين تشوفوا الفمالة تاع النينو مدريسيه بها بالسعره، هذا هو الدريساج. اللي يحب يدريسي لازمو يصبر كيما صبر خوكم مراد، لازمو يخسر لازمو يكبر لازمو يمرض لازمو يريسكي، هادو بكل درهم يا اخي باه تقدر تحقق الامنيه تاعك وتوصل كيما وصل خوك مراد. اما تاع تروح للسوق تجيب مقنين جديد وفمالة وتحطهم ومن بعد تقول لهم يتقابدوا، لا لا يا اخي. انا عندي تربيه المقنين فوق الخمسين سنه واني مازلت نتعلم ومازلت نقرا ومازلت ما درت والو. شي وا كاينه حاجه برك لي زامي تفهمونيش غلط، باسكو الدريساج هذا هو الدريساج، الدريساج تاع تجوع وياكل من يدك ولا فمالة كيما بعض من الناس يناتوا فيديوهات فمالة يكوبليها تاع المقنين مع المقنين ومن بعد يطلق المقنين هز الفمالة يتبعو يقول لك مدريسي، لا لا يا اخي موش مدريسي، هذا يتبع في لا فمال تاعو كيما مقنين نجبدو على مول ونكلوه بالبيكورة. كي يجي يتبع شوف كي يجي طول يطلع فوق يدك وما يحوسش، موش مدريسي يحوس على البيكورة يحطك انت هو مو تا هو بابا يحوس بها توكلو برك. موش هذا هو الدريساج، الدريساج هاهو هكذا لازم تدريسي هكا باه تعرف روحك بلي راك في الطريق الصحيح. اما تاع تجوعو وياكل من يدك انا ما ننصحكمش بها. هاكم قاعدين نشوف تشوفوا في الفيديو ريال صوره غنيه على التعليق. وكاينين دي كرواس مو جدد باسكو المقنين انا نعت نعت كلش دركا نعتكم دي كرواس مو جدد كيما قاعدين تشوفوا مازالوا حي اخرين. الطارة شونتور دافريك نينو بانسون هادو بكل كاينين حوايج جدد. نوعدكم باللي راهم كاينين فيديوهات كثر على هذا، زيدوا تشوفوا حاجه اللي كثر على هذه. ونظنكم فهمتوني، اللي يحب يدريسي لازمو يصبر ولازمو يتعب ولازمو تاع تجوع وياكل من يدك. نزيد نعاودها برك ما تفهمونيش غلطه باسكو ما نقدرش ننصحكم بها، وكاينين الناس غالطين وغلطوا ناس معاهم. اللي يحب يدريسي هاكم قاعدين تشوفوا في لا فيديو ريال. والخطره الجايه نزيد نعطيكم فيديوهات، كاينين فيديوهات درتهم هكا كثر على هك صدقوني كثر على هك. ما نقدرش نقول لكم وقته بصح بربي ان شاء الله عن قريب كل وقت ووقته وين يطلقهم وتشوفوهم. وكي تشوفوا دعيوا لخوكم مراد وديما بربي ان شاء الله ديما معاكم مراد الجديد. السلام عليكم، يوم لو دو جويي 2016 درك نعطيكم واحد لا فيديو راح نصورو الله يبارك ما شاء الله. شوفوا صوت ولا صورة، خويا زهير طارق خويا هشام درك نعطيكم تشوفوا صوت ولا صورة. حكمت في واحد لا بوزيسيون ما شاء الله، هاهم 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 الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك ما
شاء الله. الله يبارك. صوت وصورة. وليت الدبابة يشوفهم صوت وصورة. واحد لا بوزيسيون حكيتهم فيها الله يبارك. هنا تاني حكمتهم في بوزيسيون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وانا يعود بالله من كلمة انا ديما الفيديوهات نتاعي نوعي في الناس. كانوا الناس ما يتوقعوش المقنين يصلح في الكاشا، علمناهم وعاوناهم ومدينا لهم ونعتنا لهم وهم عادوا ينجوه والحمد لله. وفقنا ربي توفيق من الله. وهادو دي كروازمون جدد، انا كي نكري حاجة لا فالور تاعها تكون غالية. وهادو راح نديرهم لا جينيراسيون اللي جايه خطرة اخرى. كي تعودوا تكتبوا مراد كونستانتين راكم راح تشوفوا حوايج اللي ما كانش يقبلهم العقل. وهادو درتهم لكم ليكم مش ليا انايا. وخطرة اخرى نعاود كشما نحاول كيفاه نفهمكم ونعطي لكم فيديوهات كيفاه تدريسيو شي هو تاع جوع وياكل من يدك. هذه خاطئه. ربي ان شاء الله اللي يحب يدريسي هذا هو الدريساج. لازمك تتعب، لازمك تصبر، لازمك تخسر، لازمك تمرض باه تحقق الامنيه تاعك. على ما اظن حنا وتعبنا باه وصلنا هكذا، وهذا توفيق من الله. ما تنساوش دعيو لنا معاكم، بارطاجيو هذا لا فيديو. مازال جديد كرييت حوايج اخرين جدد اختار اخرى نعتهم لكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يعجبكم لا فيديو هذا اللي شفتوه الفتره الجايه. مازلت نزيد نعطيكم حوايج ملاح شوا لي زامي اللي يحبوا مراد. بغيت نقول لكم حاجه، برك نتوما قلتوا لي اطلق لنا الميلي. الميلي وجده وهايج يغني يرولي برك. سجلت منه مرسو برك، ونهار كي يكمل المغنى تاعو ويعود يغني افروان نسجلو كامل ونعاود نطلقو. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو هذا ودعيو لنا معكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.